مدحوينها ودن كجبوتي اسماعيل عمر قيل لي ايا حيري هنتي اي ليهين قنع ستضا يوم مدحدة سومالي لان تاني يوم مركي ومغلية غونسي عالمية او اي سومالي لان هليسو ايا وحا او قلي دريد دبلوماسية ديد او كلتشيني يهي ودن كصومالية اسكو ضيو سورتا قيل وايي ايا لوغادي او قيل لكو دونايي اني سومالي لان كلمي دودو ودن كصومالية مركالي تانينا وا ميد كاميدا سببها اي جبوتي اوغو نقطاي ودا هادالادا لبادا دينا عها اي مركي دنبي مدليسكا نقطاي هادابا محاي تاهي سببتا او وحيراي هانتيدا غانعساتادا اي مدحدا سومالي لان قار كاميدا محاي نسيكا اوغان كرنا سببتا اي جبوتي اوغا سوهورجي دوه اي سومالي لان هشو اقوانسي عالمية وربحينتي اننا اي اي نكوفا لقاينا اننا ودن يرو كويا الله باريغا افريكا تالدي سونا اي قويس غانتا اوغو جيرتو وا استاماها لغو قرانا ايو جبوتي مدحوين اسماعيل عمر قيل لي ايا سو مامولا ايا تان ايا سقال ايا سقاشان كي ودن كاسيه ايا دو او ان واحد مقرادية دي كتشرين وحاسي كاقبسون تان مرركة لدوان دورشو غوص ربان تاسي او لغاقا شبتو معارد كا وانا فرهين لو دير ايا رير قلبيت كا اينا جبوتي دو مقرادية دي كتشرتو وحاسي اللفلون غشاكو نغطي مستر قيل لي دو مقرادية دي ايا كلا دنبين تا سومالي لان كا حناقا دي تاسي او اي كا دعدو دورشو قفي عدا حريه حلاله او اي سي ودا جيره او اي اسمن يهين او ترتمان معارضك يا محافظكو مدحوينها كو غوليستا ايا سي نبدغليا لوغو وريجيا خيلكا انتي اي جيرتينا وخا اسك بدلي افر مدحوينه او سي نبد اي سكو سو وريجيه يا مدحوينه بيخي او الى اي حد خيلكا هيا وخنا اي سومالي لان ولي سارنتahay وددي ديموقراطيه دا اي جيلنا او عدوتنمدا كا قاداي waddanka Jabuuti ayaa bedkiisu yar yahay sida oo kalena caqabad kale ku noqon karta oo hoos u dhigi karta danaynta caalamka dawladda Ethiopia ayaa iyaduna waxa ay kala soo degi jirtay 180 badeecadaha waddankeedu u baahan yahay maadaama oo aanay dekad lahayn sida oo kale fariisinka Mareykanka ayaa halkaasii ku yileey oo wax soo saar badan ugu jiray qoyska reer Geelle qorshihii koobaad ayaa suurtagal waayay ee Geelle uu doonayay oo ahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya inay midoobaan دين عسومالي لان انا اي وحرو مرا سمينين ما داما او اي كوهن قودي مدنمادي اي لاي الى تايليح دانكي ودنكا سوماليا اغلقا يدا اي الدولد نمادونا اي كتيران مقدشو اي انتا اقاقار كيدا او اي سومالي لان نقوطو ميل دنبايسا حدد كيدونا اي باهي قارا قبان هسي اشي قرشاها سي وحكي يلوا اي دبلوماسيين تا اي سياسيين تا ارهيمه دبدا اي شعبك سومالي لان او كونساقال بقول يوكوب اي ساقاشنكي قوان قاري صدح ودن او او مدحوين قيل لفايدة بدنكو قبي ايانا سومالي لان او سووري قي مركي اي اركين اي كتانسي بدن تاي وحكوكا ودن كمريكان كاو فريسين كيسي كسما يستي مرسد عالميق اهي بربرة ودن كإمارات كعربتا او شركة دي دي بي وولي مامولي شرتي دي كده ودن كجبوتي اي او سووري اكتي مرسد عالميق اهي بربرة يكي ودن بي اي او اه اي توبية او بغول كي بسي ديتن كلاسو ديكي شرتي بدي عدي ده حسي يشيه امن كا او اك بديلتي مرسد بربرة sababaha ku kalifaya inuu xayiro hantida madaxda iyo sidoo kale ganacsatada Soomaaliland ayaa ah kuwan aynu sheegnay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle intaas oo kaliya ma aha ee talaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland qaaday ayaa waxa kamid ah inay aqoonsi caalami ah helayso taasi oo madaxweyne Geelle u arkaayo gabagabada iyo sidoo kale dhamaadka dhaqaalaha ee waddanka Jabuuti hadii ay Soomaaliland aqoonsi caalami ah hesho maadaama oo ay iyada oo aan aqoonsi caalami ah haysan ka qaaday saddexdii waddan ee dhaqaalaha ugu badan ka soo gali jiray Muqdisho iyo Hargeysa ayaanu kala jecelayn hase yeeshee dantiisa ayuu ka dhex arkayaa waqtigan haadirka ah inuu si diblomaasiyadeysan garab ka u saaro madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo iminka ay u xusul duubayaan sidii ay isu hortaagi lahaayeen safkaradkii ugu dambeeyay ee dhex maray Abiy Axmed iyo Muuse Biixi ilo wareedyo hoose oo ay xogogaal helayso ayaana sheegayaa in dad shacab ah oo ganacsata ah iyo sidoo kale madaxda Soomaaliland qaar ka mid ah laga xiray hanti ay lahaayeen tanina waxa ay ka mid tahay dhaqamada waddanka Jabuuti uu caanka ku yahay maadaama oo taladiisu ay qoys gacantisa ku jirto sababaha uu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uga soo horjeedo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa marka la isku soo ururiyo noqonaya inuu arkayo halis siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ku soo wajahan waddanka Jabuuti oo aanu sii jiri karayn hadii ay Soomaaliland hesho ictiraaf caalami ah oo calankeedu ka babado xarunta qaranka midoobay